هلا، مساء الخير والمحبة على عيونكم الحلوة. مشتاقة جدا أني كوما كوما بيد برد الأردن. تحية حلوة لكل أهل النشامى الأردنيين في عمان، وتحية لكل حبايب قلبي العراقيين في دوا أرواحكم. أني شكرا على الدعوات الحلوة، شكرا على المسجات الحلوة. قسما بالله أني كل شيء ما افتهمت من هاي الجاية. تمنيت أشوف عمان مثل ما أني أحب وأريد، ولكن قضيت فندق ومطعم، كل شيء ما افتهمت. وبزي هاي اليومين كلش مشغوله. شكرا على مسجاتكم الحلوه، اوعدكم بجايه اخرى للاردن نطلع ونتونس ويا بعض ونقرا شعر ونستمتع. مرضت اكيد، مستحيل افوت بلد وما اثبت حضور. انفلونزا حتى ما اقدر احكي، صوتي مخنوق. ورايحه للمطار الان ان شاء الله، متوجهه الى بغداد الحبيبه اكيد، حتى اشوف الاهل. كافي مو كافي، مسختها هواي، راح اسافر السويد وعمان، خلاص راح اقعد في بغداد واشوف. والله عاد الحجيه ما شايفه اهلي، تصدقون؟ بس ان شاء الله وعدكم بجيات اخرى، ودعوا لي تروح هاي الانفلونزا من عندي، لان انا من النشل امثول، والله حقيقه من النشل امثول. الله، هذا يصير شعر من النشل امثول. ما اشوفه من اصور هاني بهذا الفلتر عندي اسبابي الشخصية. اول سبب هذا يطلع لون شعري الحقيقي. مش حلاقة؟ هذا لون شعري الحقيقي. هاك عمار، البعض اكيد من حقه ان يسال شنو مشاريعي ب 2019. حقيقه بعدني ما حاطه اي شيء ببالي، بس يعني كل اللي مخططت له حاليا كلب جديد، كلب شعري، لانه من زمان مو مسختها ادري، من زمان ما مصوره كلب، بس ما راح احكي تفاصيله، قريبا راح تعرفون ان شاء الله. احنا في مطار الملكة عالية، بعد قليل توصل الطيارة العراقية والروح.